في كل مره اليو ار ال هيتغير انا بسبسكرايب على البرامز يعني في كل مره اليو ار هيتغير البرامز طبعا ممكن تتغير فهيقيمت برامز جديد ساعتها انا هبتدي اجيب البوست باي اي دي الجديد طيب دلوقتي انا محتاج البوست اي دي هقول له ان ده عباره عن برامز وبعدين عندي هنا ميثود اسمها جيت هقول له هات لي الاي دي طبعا انا ممكن آه يعني من الاول استخدم دي اسميه بوست اي دي انا بحب المسميات تبقى واضحه عشان تبقى عارف الاي دي بتاع ايه عشان ممكن اعمل كومبوننت تاني للكومنتس مثلا انا عايز الكومنتس تظهر مثلا مثلا في بيج لوحدها او سكرينه كده لوحدها يبقى للكومنتس فلما اقول الاي دي هو ده الاي دي بتاع الكومنتس ولا الاي دي بتاع البوست هيبقى طبعا الاي دي بتاع البوست اقول مثلا بوست سلاش بوست اي دي سلاش كومنتس مثلا يبقى المسميات واضحه طبعا دي حاجه اوبشنال جدا بس كل ما تبقى الحاجه واضحه اكتر كل ما بتبقى آه يعني ريدبل اكتر وبتقدر تستخدم بشكل اوضح كده انا جبت البوست اي دي هبتدي بقى اقول التو ميثودز دول بس هقولهم ازاي يعني هل مثلا هقول له جيت بوست باي اي دي وهدي له البوست اي خلينا نسيب مسافه كده وبعد كده هقول له جيت بوست كومنتس باي اي دي وادي له برده البوست اي دي هو هنا بيديني ايرور عشان انا قايل له ان البوست اي دي ده عباره عن سترينج خلينا نعتبره نمبر uh, هو هنا ممكن يبقى سترينج او uh, مفيش فانا عايز اهندل حته ان هو ممكن ما يبقاش شم... يبقى مفيش بس يعني ايه خلينا نقول انه المفروض يعني او خلينا نهندلها لان لو انت رحت على بوست سلاش وما كتبتش حاجه يعني انجولار غالبا هيهندل دي على ان البوست اي دي undefined فانا محتاج اكد له ان البوست اي دي ده يعني ما تهندلش ده الا لما يبقى undefined فخلينا نعمل مثلا نقول له if post id يعني لو هو مش undefined هتبتدي تعمل ده طبعا الايرور هنا راح عشان البوست اي دي ما ينفعش يبقى undefined لانه لو لو مش لو هو undefined الكونديشن ده مش هيتحرك مش هيتغير مش هيتحقق طيب انا دلوقتي عملت ايه انا عملت كل التو ميثودز دول هل الطريقه دي صح هي طريقه من الطرق كل واحد هو عنده وجهه نظر بس انا هنا بقول التو بوس التو دول يعني انا بروح اجيب البوست واجيب الكومنتس بتوعه في نفس الوقت على التوازي طيب هنا ممكن يحصل كذا حاجه ممكن يحصل ان الكومنتس تيجي قبل البوست هيبقى شكل الصفحه وحش ممكن الاتش ال تي بي ريكوست بتاع البوست يتعطل لاي سبب من الاسباب يحصل مثلا نتورك فيلر ولا اي حاجه فتبقى الصفحه ما فيهاش بس ممكن يبقى النتورك كونديشن مش كويس يعني حد عنده النت بطيء او حاجه فهياخد وقت طويل جدا على ما يريترن الحاجات لا انا عايز اركز ان هو يجيب البوستس الاول وبعد كده يبتدي يلود الكومنتس يعني عايز اعملهم كده على التوالي مش على التوازي الود البوستس الاول وبعد كده اجيب الكومنتس عشان اعمل ده انا محتاج اران الميثود دي اللي هي جيت بوست كومنتس باي اي دي جوه يعني بعد السبسكريبشن ده يعني بعد ما يحصل السبسكريبشن ده هبتدي اقول له يعني هاخد دي كده هنقلها احطها هنا يعني بعد لما تجيب لي البوست ابتدي بقى ران البوست كومنت باي اي دي في كده حته يعني زي اركتكتشر ديزاين انا ما بحبهاش في الديزاين اللي انا عامله ده خليني اقول لك ايه هي وهنبقى بعدين انا ما بحبش اعمل سبسكريبشن جوه الميثود يعني بحب الميثود دي ترجع لي الاوبزرفبل نفسه وبعد كده انا بسبسكرايب بعدين ليه انا كده عملت كابلنج uh, ما بين الميثودز وبعضها يعني uh, الميثود اللي هي جيت بوست باي اي دي انا خليتها هي من نفسها بتسبسكرايب وبتروح تغير حاجة موجودة في الجلوبال سكوب بتاع الكلاس بتاعنا اللي هو الكومبوننت انا مش عايز الميثود نفسها يعني هنا انا عندي غلطتين اول حاجة ان الميثود نفسها بتروح تاكسس الجلوبال سكوب بتاع الكومبوننت ودي حاجة طبعا مش صح الحاجة التانية انها بتروح تنادي على ميثود تانية ودي برضو حاجة مش صح انا ما بحبش اعمل كده لا انا بحب الجيت بوست باي اي دي يريتن الاوبزيرفبل بس اللي هو الشوية دول وبعد كده انا بسبسكرايب في حتة تانية تمام فده اللي احنا هنعمله لما نروح للسيرفيس في السيرفيس احنا هنريت ان بس الكول ريزلت ده اللي هو هيدينا اوبزرف وبعد بعد كده بسبسكرايب في الكومبوننت احنا لغايه دلوقتي خلينا نستخدم ابسط الطرق هو اللي هيعمله هنا ان انا بسبسكرايب على البرام ماب البرام اللي احنا قلنا اللي هو ده اللي هو البارامتر ده اليو ار ال اللي هو البوست اي دي فبيجيب لنا قيمه الاي دي فبروح اقول له لما يبقى عندي قيمه الاي دي او البوست اي دي هتروح تنده لي على بوست جيت بوست باي اي دي لما تجيب جيت بوست باي اي دي وتسبسكرايب وتجيب قيمه البوست اللي احنا ان شاء الله هنعرضه في الاتش تي ام ال بعدها تبتدي تنده الفانكشن بتاعه الجيت بوست كومنتس باي اي دي عشان يجيب كمان البوست باي اي دي خلي بالك في حاجه غلطه شنيعه جدا انا عملتها ممكن انت تكون ما اخدتش بالك بس بعد اذنك لو لقيتني عملتها بعد كده قول لي اللي بيحصل ده عك الغلطه ان انا دايما دائما وابدا لازم اكاتش الايرورز هنا عندي اوبزيرفبل فلازم اكاتش الايرورز بتاعه الاوبزيرفبل بكتشها ازاي انا عندي هنا ميثود زي ما شفنا او بروبرتي اللي هي نيكست في بروبرتي كمان اسمها ايرورز حتى هتلاقي الاوتو كومبليت بيكملها لي فهقول له ايرور هقول له لما هيحصل ايرور هتعمل شيء ما وليكن مثلا حد ايرور ايه الايرور ده طبعا من الاخطاء ال الوحشه جدا اللي انا اعملها ان انا اعتمد على الكونسول المفروض ما اعتمدش على الكونسول المفروض مثلا يبقى عندي لوجر مركزي أه ببعت عليه الايرورز دي وبعدين كمان بيبقى عندي طريقه ان انا بصنف الايرورز دي عشان تبقى سهله اقراها بسهوله واعرف مكانها فين يعني لازم ادي شويه ديتيلز كده للايرورز وفي نفس الوقت ببعت الايرورز دي للوجر المركزي بتاعنا لكن طبعا دي حاجه بره سكوب الجزء ده من الكورس طبعا احنا هنتكلم عن كل حاجه لوحدها يعني في البيست براكتسز وفي الأركيتكتشر وفي الديزاين باترنز والبرنسبلز زي سوليد Principles وغيرها كل حاجه هتبقى في حته لوحدها لكن احنا دلوقتي بنتعلم الكونسبتس يعني انا في كونسبت ان انا عندي ايرور فهلوج الايرور بطريقه ما طيب احنا رحنا في الاتش تي ام ال بقى عندنا بوست وبقى عندنا كومنتس عايزين نجرب الكلام ده فهنروح هنا لو لو ندي بص على الراوتس بس عشان نشوف احنا ايه احنا كان بوست سلاش اي دي ده بيودينا على البوست ديتيلز فالمفروض ان انا هقوم له سلاش اي دي وليكن واحد مثلا ده هيجيب لنا الديتيلز بتاعه البوست زي ما انت شايف انا هنا بعرض البوست اللي هو عباره عن اوبجكت فيه اي دي وتايتل وبادي وكده على هيئه جيسون وبعدين بشد خط وبعرض الاوبجكت برضو اللي هو اسمه كومنتس اللي هيبقى فيه اي دي وبادي وكده فلما هفتح الاقي ان انا عندي تو اوبجكتس او جيسون اوبجكت واحد اللي هو البوست نفسه وبعد كده شديت خط بعد كده اري اوف كومنتس فعندي هنا التايتل والبادي وهكذا فخلينا نعمله بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في البوست <applause> ليست في البوست ليست خلينا ناخد الكلام ده كده هناك وبعد كده انا مبدئيا انا هعمل واحد للبوست وواحد للكومنتس فاحنا مبدئيا آه البوست ما هواش عباره عن آه اتريشن ما هواش عباره عن اري مش محتاج ايتريت هقول له مثلا خلي ده اي دي لان طبعا ما فيش غير بوست واحد هقول له هات آه لنا التايتل البوست تايتل بيقول لك ان هو هنا ممكن يكون undefined فهنقول له if بوست خد ان الاف بالطريقه دي ده فلو كنترول جديد في الفيرجنز الجديده من من انجلر لو من غيرها من غير الاف دي كنا بنعمل كده كنا بنروح نعمل دايركتيف اسمه ng if فانا يا اما بستخدم ده Sorry. يعني معناها لو البوست ده ليه قيمه البوست اللي هو الاوبجكت اللي جواه الديتيلز بتاعت البوست اللي جواه الاي دي وتايتل وبادي وكده فانا يا اما بستخدم ده ده اللي هو القديم يا اما بستخدم الجديد الصيغه الجديده الصيغه الجديده تحسها تشبه كده الاكما سكريبت او الجافا سكريبت كانها ايف عاديه خالص زي اللي بنستخدمها في الجافا سكريبت وفي نفس الوقت ليها مميزات يعني بتبقى افضل شويه في كسرعه وبرفورمانس وكده فانا هفضل استخدم الجديده الطريقه الجديده لكن انا بوريك الصيغه القديمه عشان لو شفتها في اي حته او اي بروجكت قديم تبقى فاهم ان دي هي دي انا هنا قلت له لو في بوست هتعمل كده المفروض اقول له ايلز وابتدي اهدي للكيز اللي هو لو ما فيش بقى بوست او لو البوست خلص يعني الريكوست خلص بس راجع من غير بوست فهبتدي اقول له ان البوست ده مش موجود وبرده كيز اللي هو وقت اللود يعني وقت لما انا ببعت الريكوست قبل ما يجي في في شويه وقت فانا محتاج اعمل سبينر او بروجريس بار او حاجه تقول للفيستور ان احنا لسه بنلود يعني اكتب له مثلا لودنج او وات ايفر دي برده هنعملها ان شاء الله المره الجايه بس خلينا هنا نشوف ان انا عندي <applause> الديتيلز بتاعت البوست تعالوا هنا بقى نشد سطر وبعد كده هندخل على الكومنتس هنقول فور كومنت اوف كومنتس انا بتراك باي الكومنت اي دي طبعا انا شرحت التراك ده المره اللي فاتت فبقول انه انا عايز ايدنتيفاير يكون يونيك علشان انجلر يبتدي يفهم هو ايه الـ الحاجات الايتيمز اللي حصلها تغيير والايتمز اللي ما ما حصلهاش تغيير لسه عشان بدل ما يقعد يريبليس الايتمز او بدل ما يري ريندر كلها او الـ items كلها فبالتالي ده بياخد طبعا مجهود ضخم جدا في التعامل مع الدوم تري فانا بديله التراك بديله الايدنتيفاير يعني من الاخر اي iteration يحصل بتقول له تراك وتدي له الاي دي بتاع الايتم بتاعك انا هعمل هنا كلاس هسميه بوست وهبتدي اقول له خد بالك انا كل اللي انا عملته ان انا اخدت قمي من الشغل بتاع المره اللي فاتت وحطيته بيست فالموضوع مش محتاج شرح لو في حاجه انت مش فاهمها يعني ممكن ترجع لي المحاضرة اللي فاتت